سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. تحت رعاية جمعية مكة المكرمة الإنسانية أقام ناشطون حملة بعنوان إلى أين أهل الشام؟ تهدف الحملة إلى حث الشعب السوري على البقاء داخل الوطن، وخاصة فئة الشباب وأصحاب العقول والاختصاصات التي يحتاجها الشعب السوري. هذا الموضوع الغرق والإهانات والاعتقالات اللي عم بتصير للشباب المهاجرين فعلا أزمة إنسانية حقيقية ووصمة عار في تاريخ الإنسانية وفي تاريخ من يدعي حقوق الإنسان. فنحن بهالوقفة هي أردنا أن نوصل رسالة إلى الداخل السوري، للشباب السوري في الداخل، مشان موضوع أنه هاي الهجرة هي ما أنه عم تزرك العيش الرغد مثل ما قلت لك. فنحن منطالبين بالوقوف مع الجانب الشعب السوري ولا سيما العقول. لن ندعكم تهاجروا، لن ندعكم تغرقوا، لن ندعكم تغرقوا في البحار، عودوا إلى وطنكم الغالي، عودوا إلى وطنكم الحبيب، فنحن نحبكم جميعا ونحن بحاجة إليكم. الفعالية حملت رسائل عديدة وجهت إلى جهات مختلفة، أولها إلى الدول العربية والإسلامية التي تخاذلت بقضية الشعب السوري، وثانيها إقامة منطقة أمنية عازلة لحماية المدنيين من قصف نظام الأسد، ورسائل إلى أصحاب الاختصاصات بأن لا يهاجروا، ورسائل تحذيرية من مخاطر إخلاء البلد من أبنائها. كنا سابقا نطالب المهاجرين المغتربين أن يرجعوا للبلد حتى يعمروها، الآن نطالب الشعب الموجود في البلد أنه يبقى ولا يذهب. بالنسبة لبلدنا، بلدنا عم تنزف من الكوادر، عم تنزف من الناس المختصين. اليوم الناس عم يجوع سنه، ما عم يلاقي طبيب يساوي له سنه. اليوم الواحد عم ينصاب، عم طلعوا على تركيا لنعالجه، مع أنه نحن عنا ومعروف بكل العالم أنه الطبيب السوري طبيب ابن الشام، هو من أفضل أطباء العالم. الوقفة حضرها عدد من ناشطي الداخل من سياسيين وإعلاميين، وقد حملت لافتاتهم رسائل لأبناء بلدهم أن جرحنا واحد وأن الوطن بحاجتكم، فلا تتركونا وترحلوا. نقص الكوادر والخبرات من سوريا والخطر المحدق بالبلاد نتيجة نزوح أبنائها وخاصة فئة الشباب دعت هؤلاء الناشطين إلى إقامة هذه الفعالية لحث الشباب على البقاء داخل الوطن. محمد الفيصل، أورينت نيوز، من معبر باب الهوى، ريف ويدلب.